اهلا بكم بناتي وابنائي، وكل سنه وانتم طيبين. زي ما اتعودنا في سر التفوق نبقى في الفتره دي ان احنا نعمل مسابقات بسيطه كده وجميله. النهارده انا تعمدت اجيب لكم من اصحابنا اللي كانوا معانا على الفيس، وعندهم مواهب وعندهم افكار عشان ما تبقاش الموضوع بقى انا بذاكر وتبقى بقى مفيش هواية. زي ما بنقول لازم يبقى فيه هواية. النهاردة من غير ما اقسم فرق، احنا متقسمين لوحدنا مش كده؟ النهاردة انا معايا اربعة من اصحابكو، ويمكن في سن متفاوت انا شايف كده، بس قريبين قوي من وهم على فكرة اما قعدت اتناقش معاهم كده افكارهم لذيذه كده يعني متطورين كده. عندنا نورهان مش كده؟ نورهان ايه؟ نورهان نادر شبرا وباشا. كل ده تاني؟ نورهان ايه؟ نورهان نادر شبرا وباشا. نادر شبراوي أبو باشا. ابو انت بنت شاعر مش كده؟ اهلا بيك. ندى. ندى ازيك يا ندى؟ الحمد لله. انت من اللي فازوا بقى المره اللي فاتت، الفريق لا اللي فاز، لا، اللي كان فريقهم هم اللي فاز. اللي فاز اللي هو كان في فريق شهاب مش كده؟ معايا احمد ومعايا شهاب مش كده؟ ازيك يا حماده؟ الحمد لله. اول مره حماده قلقان ولا حاجه؟ انت عندك هوايات يا حماده؟ ايه بقى؟ عندي نوران ونادر. لا عندك هوايه، الهوايه بتاعتك؟ هوايه برسم وبلعب كوره. كوره طبعا، هي كوره يعني، انا بعمل كذا كذا وكوره. شهاب ازيك يا شهاب؟ تمام الحمد لله. شهاب انت حضرت معايا حلقه قبل كده، وكل اصحابي والله بيهنوك على صوتك الجميل، وعشان كده انا اتعمدت النهارده بس احط معاك بقى ايه احمد، عشان نعمل النهارده نقعد نناقش بعض. يعني سيبك بقى من حكايه ان احنا نعمل مسابقه ولا حاجه، احنا نقعد نناقش بعض كده وننشط ذاكره بعض وننشط المعلومات. تعالوا ناخد فريقين، نعمل فريقين تنافس شريف وحلو كده، وفي خلال الفريقين نطلع المواهب بتاعتنا ونقول اول فريقين. احنا نقول احنا كنا مسميين ايه بقى؟ الحب والسلام. الحب والسلام، نخلي البنات الحب مش كده؟ والشباب السلام مش كده؟ طيب الحب والسلام طبعا، يبقى نبدا بالحب بقى مش كده؟ وايه رايكم؟ موافقين؟ ليديز فيرست يعني، لازم هم الاول ولا ايه؟ طيب بصوا معايا بقى، السؤال بيقول لي ايه بقى؟ خلي بالكم احنا هنقول السؤال وهيبقى قدامنا 30 ثانيه نجاوب خلالهم، ما جاوبناش هنشيل اجابه ونشيل اجابه ونشيل اجابه، بس مع كل اجابه درجه، لان السؤال عليه اربع درجات. خلاص يلا ناخد اول سؤال لفريق الحب. من اقوى الحيوانات ذاكره؟ الحوت، الجمل، الثعلب، الذئب. 30 ثانيه من اول دلوقتي. فكروا كده مع بعض. ها عندنا عداد. ها فين العداد؟ 30 ثانيه من اول. 12 10 7 3 لازم نقول ما بين حاجتين. الحوت والجمل. يعني انتوا ما بين الحوت وبين الجمل. طب يعني نحذف اجابه كده، هيبقى ثلاث درجات بس. ماشي. طب تعالوا كده نحذف اجابه ونشوف. نحذف اجابه مش الحوت، نحذف اجابه كمان. لا هو الجمل. هو الجمل. طب نشوف كده، الجمل، الثعلب، الذئب. انتوا قلتوا الجمل، وانتوا تفتكروا ايه؟ احنا كنا قايلين الحوت. كنت قايلين الحوت. طب هو الحوت مش فعلا هو صح. من اقوى الحيوانات ذاكره هو الجمل، فعلا اجابه صحيحه، وده طبعا يبقى ليكم كده اربع درجات مع فريق الحب مش كده؟ ناخد فريق السلام. وانا عايز قبل ما نبدا كده فريق السلام، ما نسمع شهاب كده في الاول كده حاجه تفكينا كده، تقول لنا ايه اول حاجه كده؟ اقول لك حاجه لعبد الوهاب بتقول كل ده. عبد الوهاب؟ يا صعب قوي، نجرب كده. هتقول ايه؟ كل ده كان ليه؟ كل ده كان ليه؟ كويس كده؟
لما شفت عينيه كل ده كان ليه، لما شفت عينيه حني قلبي ليه وانشغلت عليه، انشغلت عليه حني قلبي ليه وانشغلت عليه، انشغلت عليه كل ده كلي كلي علي. الله الله الله، ما تسقفوا له بقى، ايه الجمال ده؟ حلو يا قوي قوي قوي، جميل. وانت بتقول حاجات بتقولها بطريقتك، ودي حاجه حلوه يعني انك تقولها انت بطريقتك، دي حاجه. انت نجم، مولود نجم. بس انا عايز بقى اقول لك حاجه، لازم نثقلها بالدراسه، يعني لازم يبقى اكيد يعني انت لازم الدراسه والتمارين وتعود تفتح صوتك، انت بتبقى عارف انت بتغني منين وعارف يعني ان دي عاليه ودي واطيه. يعني انا ما مسكتش العود قلت لي يعني بتبقى عارف. يعني مش قد كده، بس انا يعني فاهم حاجات على قد، فبقى هرجع ادرس تاني. تمام، جميل جميل. طيب ناخد بقى السؤال. طبعا انا متهيألي اديهم 4 درجات كده على طول مره واحده يعني عشان صوت شهاب، بس تعالوا نشوف سؤال بتاع فريق السلام. يلا فريق السلام، السؤال بيقول لي الالوان الرئيسيه هي احمر واصفر وازرق، ولا احمر وابيض واسود، ولا اخضر وبرتقالي وارجواني، ولا احمر واصفر واخضر. قدامك 30 ثانيه نبدا. احمر اصفر اخضر. احمر اصفر اخضر، فين الاخضر ده؟ فين اخر واحده؟ اخر واحده احمر. في احنا عايزين نشوف كده. كام ثانيه؟ لا ثانيه ثانيه. ما انا قدامك لسه. انا ممكن نحذف اللي هي الاخيره ونخليها احمر وابيض بس. نحذف الاخيره. ها بقى هنحذف اجابه. طب نحذف اجابه، هنحذف اجابه. احمر وابيض اسود. احمر وابيض اسود. احمر. ما هم اختاروا. ها كده من 3. ماشي، ما كده الطايم خلص، احنا بدانا جديد. ها احنا شلنا لك اجابه كده. ها عشان الطايم عدى. الاخيره. طب نشوف كده. فعلا كنت هتقولها دي كانت هتبقى غلط، وفعلا ما طلعتش، طلعت احمر واصفر وازرق. طب انا لو قلتولي قبل ما ناخد ده، لو قلتولي حتى الفريق الثاني احمر اصفر ازرق، هي دي الاجابه الصحيحه مش كده؟ طب احمر وابيض واسود دي الوان ايه؟ نركز كده. احمد وابو دسود دي الوان ايه اساسا؟ علم مصر. الوان علم مصر مش كده؟ طيب اخضر وبرتقاني وارجواني. اخضر وبرتقاني. احنا قلنا الالوان دي الاولانيه دي كانت اسمها الوان اساسيه مش كده؟ دي الالوان الايه بقى؟ الفرعيه. اللي هي بقى ايه؟ اخضر وبرتقاني وارجواني. طب اللي هيقول لي بقى اخر حاجه هدي له درجه. يعني احنا انتوا كده ما عندكوش درجات، لو قلت لي اخر حاجه احمر اصفر اخضر هديك درجتين. دي بتوع ايه؟ الوان ايه؟ يا فكروهم كده. الاشارات. اشاره المرور. اشاره المرور. احمر اصفر اخضر. كلام جميل. خلاص ناخد درجه عشان شهاب، وناخد درجه عشان يبقى درجتين، يبقى ايه 4-2. موافقين؟ ماشي. طب ده فريق الحب. طب نرجع لفريق الحب. انت ندى. ندى انت بترسمي، يعني انت هوايتك الرسم مش كده؟ ونورهان انت هوايتك القاء الشعر مش كده؟ طب ندى انا عايز اعرض لك كام لوحه كده قبل ما ناخد السؤال، عشان ممكن نديكي لو الفريق الثاني عجبه الرسومات يختار رسمه كده يقول لك ايه، نديها درجه ولا نديها 2، ويبقى كرم زايد كده. احنا قلنا يعني المساله العمليه ايه؟ كرم من عندهم. انت متهيألي الورق بتاعك اللي هو ده مش كده؟ انت اديته لي. طيب انا معايا مجموعه من هنشوفهم كده على مرات بناتي وابنائي. تعالوا نشوف كده اول رسمه، هي هتقول لنا الرسمه دي بتاعت ايه. انا يعني اختار كده رسمه. ممكن اختار رسمه؟ ممكن. Okay. طيب انا لو اخترت الرسمه دي كده، يعني هتقولي لي عليها ايه؟
المفروض دي شجرة ونازل منها مرجيحة وبنت قاعدة بس، والمفروض بقى ان الورد فوق على الشجر وكده. بس انا بعرضها لكم كده بناتي وابنائي عشان تشوفوا كل اللي انا شايف. حتى بص انا هقرب لكم كده، شايف الوان جميله قوي يا ندى، الوان جميله. هي الالوان دي موجوده ولا ده مقترح من عندك الالوان؟ لا الالوان مقترح. مقترح يعني، بس انا شايف في تالف الوان حلو جدا جميل، يعني انا بركز كده على الحته دي اهي، متهيألي يعني جميله جدا. ها ايه رايكم في حلوه مش كده؟ تسلمي يا ندى. طيب لو انا قلت الرسمه دي، طب انا عايز اقول لك حاجه، اما بترسمي بيبقى في دماغك فكره يعني عايز ترسميها، ولا انت بتقعدي تكتبي كده وترسمي كده فتطلع ده؟ لا هو ساعات بيبقى فيه فكره وساعات باخدها من على النت وساعات ببقى انا عايز ارسم. حلو حلو. المهم القلم احنا طبعا مش مجال محترف، ده احنا هواه، وهو بقى اللي الاحتراف بيطلع منين بقى، والرسام والبتاع بيطلع من انه بيحبها. طب انا يعني لوحه انا بصراحه مش فاهمها، بس هي عجباني، انا هحطها كده ونشوف. بصوا الجمال، بصوا الجمال. هو المفروض ده ان منظر طبيعي. انا هعرضها كده كده عشان تشوفوا كل الاركان بتاعتها. والنخل المفروض ده الظل بتاعه. وان الحته اللي بيبقى مطل عليها الشمس دي بيبقى الضوء فيها ده اللي هنا الشمس يعني. ومطل على البحر، فالحته وانت عامله بقى هنا تحت في كان عاكس كده، وعامله الظل يعني كانه في الميه، وهي عامله النور عليه. وبقى في التمازج اللي هو وقت الشروق بيبقى الشمس تحت وبيبقى في لون اورنج شويه. وانا فعلا لما باجي اشوف الشجر حتى بتبقى ما دام الشمس هي اللي واضحه ورا سودة من بعيد. الله عليك الله عليك. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه رايكم؟ وهي عينيها بتصور الحاجه اللي موجوده، شافتها كده فعملتها كده. والله برافو عليك يا نادر. طيب برضو في واحده كده عايز اشوفها. انا بقى بعرض كده اللي انا مبهور بالوانها الحقيقه، مبهور يعني جميل قوي، الوان كده تحس ان في هي المفروض دي سله وفيها بيض. وانا بقى بزينها يعني بفراشه او ورد، ومن تحت بقى في اللي هي الزخرفه اللي المفروض بتتعمل. انت كاتباها هابي فستر؟ كاتباها هابي استر. هابي استر عيد سعيد مش كده؟ ايه جميل ده، انا قلت ايه بتجري دي؟ ليه عامله زي الاف كده ومزعلين؟ طب ده جميل قوي. بص الالوان برضو، بص شوفوا بناتي وابنائي الالوان عامله ازاي. بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال. واحنا معانا منترة الحقيقه، منترة جميله جدا، مطلعه الالوان زي ما مرسومه كده جميله يعني. تسلم ايديكي. طيب ناجل شويه بقى ندى، ندي نشوف حتى في كنترول روم بيقولوا لي حلو، ونديهم يعني هم في درجه من كنترول روم يعني كام بقى انت يبقى هم بقى كام بقى؟ خمس قبل ما يكتب كده، وانتوا نقطتين. كلام جميل. تعالوا بقى ناخد، احنا قلنا خلاص الالوان اهي، تعالوا ناخد بقى السؤال بتاع فريق الحب. بيقول لي من هو الانسان الذي قتل سدس سكان الارض؟ هل هو هولاكو، جنكيز خان، هتلر، قابيل؟ هولاكو 30 ثانية، العداد، العداد 30 ثانية، العداد اهو شايفينه معايا، العداد جميل. احنا هنحسب 17 8 22 تمام تمام. يلا هولاكو، جنكيز خان، هتلر. الإجابة إيه؟ نحذف إجابة. نحذف إجابة، نوقف العداد ونحذف إجابة. طب ما نفكري كده نورهان كده، فكري كده. هولاكو، وكان هولاكو رجلا مش عارف إيه، ها وجنكيز خان، ها اللي كانوا بيغزونا دايما المغول والتتر طيب وهتلر وقبيل هتلر النازية. بيتهيألي يا هتلر يا جنكيز خان. أنت شاكة في يا هتلر يا جنكيز خان. وأنت يا نورهان؟ نورهان؟ زيها. مالكيش رأي؟ إيه؟ يعني أنا فين الشعرة دول بيبقى ليهم حاجة خاصة. طيب إحنا كده التايم هم من غير عداد، هم قالوا عايزين نحذف إجابة، نحذف لكم إجابة ما طلعش ولاد. يبقى هتلر. طب ما احنا قلنا نحذف اجابتين مش كده؟ ثانيه يمكن هتلر كمان تتحذف. ماشي اهو. يلا بسرعه بقى نختار ما بين جنكيز خان ولا قابيل. ها تايم اوت، خلاص لازم تقولي جنكيز خان. جنكيز خان، وانت تقولوا ايه؟ جنكيز خان برضه. جنكيز خان برضه. طب يعني هم قالوا جنكيز خان، انتوا قولوا. طبعا الاجابه خاطئه، احنا عندنا اللي قتل نصف سدس سكان الارض هو قابيل. انت قلت قابيل بس
بس قبل العداد فخلصت. احنا عندنا الاجابه الصحيحه قابيل. طب ليه بقى؟ احنا قلنا قابيل. فانتوا عارفين مين قابيل؟ اه. ها هتقدروا تقولوا؟ استنى بس يدوهم فرصتهم يا عم احمد. يعني ياخدوا فرصتهم كده عشان لما يقولوا تاخدوا الدرجات انتوا. يلا. انتوا عارفين مين قابيل اساسا؟ قابيل وهابيل. يا خبر ابيض. قابيل وهابيل. يلا قول كده يا احمد. اه قابيل قتل اخوه هابيل. اه. ده بقى دول ولاد سيدنا. عندك معلومه افتكرتي؟ ما احنا بقولنا ان احنا هدفنا ان احنا يعني ننشط المعلومه. يعني هدفنا ننشط. برافو عليك يا احمد. فعلا قابيل وهابيل هم ابناء ادم، وكان قابيل وهابيل والبنتين، وكان ادم وحواء، فكانوا سته. فهو لما قتل واحد فيهم فيعتبر قتل سدس سكان الارض. احنا انا عايز نسقف لاحمد جامد بصراحه. يعني هو مع ان انتوا كنتوا عارفين، بس هي الاجابه ايه فلتت يعني. طب قبل ما اسيبكوا، قبل ما اسيبكوا هاخد، شفتوا بقى الناس ما هيوصل لكم ازاي عشان المكسب. جميل. قبل ما، عشان انتوا فزتوا كده، نور انت هوايتك ايه يا نور؟ القاء. القاء الشعر. جميل. يعني انا سمعتك قبل الهوا، الحقيقه عندك احساس في الالقاء. بناتي وابنائي، الالقاء تذوق للشعر او الحاجه اللي انت بتقولها، بتحس بالكلمه وانت بتقولها، يعني انت تلقي باحساسك. تعالوا نشوف كده نورهان وهي بتلقي قصيده، هتلقيها هي القصيده لمين الاول؟ الشاعر نادر ابو باشا. الشاعر نادر ابو باشا، طبعا عارفين الشاعر نادر ابو باشا. انت بنته. لا طبعا لازم تبقى حاسه بالكلمه. طيب انا هصحابك كده في العود وقولي لنا حاجه كده من شعر نادر ابو باشا. هتقولي بقى قصيده ايه؟ يعوض عليك. يعوض عليك. شفت الجنود على الحدود، رجال لهم معنى، رجال صحيح واسود، بس الرصاص اعمى، عزف الوجع على العود، عزف الوجع على العود، احزان بتوجعنا، دمع العيون بيجود، بالدم دمعنا. يعوض عليك، يعوض عليكي في زهرة شبابك، في زينة ولادك، في صفوة رجالك، في دم اللي راحوا وضحوا عشانك، وحتى الرصاص المخلص عليهم سقطت ايديهم وحضنت ترابك، ورجعوا في كفنهم، ورجعوا في كفنهم في عرس الشهادة، وجايين ديارهم، وجايين ديارهم ونورهم زيادة، هناخد بترهم وهنطفي نارهم، وهندس على اللي يفكر يخونهم بأم البيادة. يعوض عليك، يعوض عليك يا مصر وعلينا، دموعك يا بلدي، دموعك يا بلدي ده غالية علينا. ما تبكش يا أمي، ما تبكش يا أمي، ولادك في جنة، ترابك بيحلف لرملك في سينا، هناخد بترنا، هناخد بترنا. يعوض عليكي، يعوض عليكي. الله. سقفولها بقى. لا سقفولها. لا لا سقفولها. جامد 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 جامد. وعندنا المرجة بتاعتنا مطلع لك سقفة جامدة، يمكن انت هتشوفيها. انا سامعها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هايلة يا نور. شفتوا الالقاء والاحساس بالكلمة؟ اللي عاجبني فيها الاحساس. طبعا بتقول، قول رأيك. اللي عاجبني فيها الاحساس والجراءة، يعني الجرأة في انها تقول الكلمة يعني في سنها كده، عمالة كبرت شوية تبقى عاملة ازاي. الله. شفتي لما يبقى في موهوب، حاسس بموهوب. يا سلام. احنا يعني هنعمل على فكرة لينك كده مع بعض كده كلنا، ونعمل جروب عمل، وان شاء الله مع البرنامج كده اللي يطلع منه نعمل جروب عمل ونعمل حاجه لبلدنا بالكلمه، يعني نبقى كلنا كده. شوف القصيده جميله ازاي. يسلم الشاعر نادر ابو باشا، وتسلم يا رب. طيب
طبعا قالوا لي في كنترول روم من عندهم درجه تمام. وانتوا ها لا انتوا بخلة ندهم درجه الدرجه. طيب يبقى درجتين مع خمسه يبقوا سبعه. خلي بالكم انتوا درجتين بس. هم سبعه. ماشي خلاص ما ترجعش في كلامك. ماشي احنا خلاص بقى خلصت. ده انت اللي قلت انها كويسه. طيب تعالى ناخد سؤال يمكن اربع درجات مره واحده يطلع فيهم. تعال نشوف كده. بيقول ما هو اطول عمر تستطيع ان تعيشه الذبابه المنزليه الدبانه؟ تفتكروا ممكن تعيش؟ على فكره بتعيش ايام على فكره يعني مش اكتر من ايام. نبدا طيب بتموت. نبدا طيب يلا ها كم ثانيه؟ عشرين. نحذف اجابه. نحذف اجابه. نوقف. طيب نحذف اجابه. 21 ولا 14 ونحذف اجابه مش 21. خلي بالك كده ثلاث درجات. عزف لك اجابه ثانيه يبقى درجتين. فكروا كده 14. تعالوا نشوف الاجابه بتاعه فريق نشوف. ادي واحد اثنين فعلا 14 هي الاجابه الصحيحه. برافو عليكم. سقفلهم والله. يعني هو برضو بس انت قلتها كده باي لك كده مش كده؟ لا سقفلهم جامد بقى. يعني هم سقفلكم حلو الحقيقه. 14 فعلا. تخيلوا ان الذبابه المنزليه بتعيش 14 يوم. خلي بالكم ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. مش ممكن حد يضربها يموتها في ثانيه من اول يوم. ممكن يعني بيقول لك يعني ممكن حد يضربها فتموت قبلها او نهشها. احنا احلى حاجه ما نخليش يبقى ليها اكل موجود. طيب احمد انت ليك هوايه يا احمد مش كده؟ انت قلت لي الرسم. وما اجبتش على الالوان الاساسيه. انا عايزكم خلي بالكم انك تعرف المعلومه. الهوايه بقى تقرا حوالين الهوايه، يعني نقرا بقى حوالين هويتنا. احنا ربنا مديها لنا لكن احنا لازم نسقلها. نسقلها ازاي؟ ان انا اقرا حوالين الهوايه بتاعتي. انا هوايتي كذا، انا مدرس رياضيات، انتوا عارفين ان انا استاذ صح؟ مش كده؟ لكن انا ليا هوايه، احاول اقرا حوالين الهوايه بتاعتي عشان انا لما اقراها بطورها، مش كده؟ ابقى عارف الالوان الاساسيه بقدر احط لونين على بعض فيديني لون. الالوان الفرعيه تطلع من مش عارف الارجواني، مش كده ولا ايه؟ طيب تعالوا نشوف كده من رسم احمد. احمد انت في سنه كام يعني؟ انا داخل اولى اعدادي. سته. خلصت يعني داخل سته؟ تمام 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 يعني قد نور صح؟ انا داخله خمسه. طيب زي بعض. فرق العمر. مني في سنة. فرق العمر. تعال نشوف كده. ده مين ده؟ ده احمد ده مش كده؟ مين ده؟ مين ابو سنتين؟ اسمه ايه؟ اسمه شباب. جميل قوي. الحلو برضو يعني اختيار الالوان برضو جميل. ده الوان ايه دي يا حمد؟ إيه؟ الوان ايه؟ الوان اصفر. الوان ايه؟ نوع ايه؟ يعني ميه في الماستر. لا في الماستر مش كده؟ طيب طبعا انت بترسم شخصيات اللي هي كرتونيه. جميل. ده مين؟ ميكي ماوس. رايت. جميل قوي. حلو قوي. جميل ابو حميد. طب ده بقى مين ده؟ انا شفته قبل كده بس مش فاكره. مين ده بقى؟ هذا معرفش اسمه. لا والله. مين ده؟ مينون. مين؟ مينون. طب بعدين تسموت مش عارفه. طيب ده احنا كده نديهم درجه هم كده ينفع؟ انت بترمي. طيب دي بقى انت فعلا تسحق عليها درجه. جميل قوي. هنا الاتجاه كده صح ولا انا عارضها؟ لا الناحيه عارضها كده. عارضها كده. طيب معلش حقك عليا. عايزها كده بس. احنا هو ممكن في البحر بيكون السمك طالع ولا حاجه عشان. جميل. نرجع بقى تاني احنا طبعا عرضنا شغل احمد. نرجع بقى تاني. احنا قلنا ان انتوا عندكم لغايه دلوقتي درجتين وخدتوا درجتين يبقوا اربعه مش كده؟ لا خدنا ثلاثه. ثلاثه يبقوا خمسه. والله هم اللي هم ادوكوا الدرجه يعني. يبقى خمسه وانتوا سبعه. المسافه قريبه. طب نرجع بقى تاني لفريق الحب وناخد السؤال بتاعنا. بيقول لي ما هو الشيء الذي إذا غليته جمد؟ الليمون. الليمون يعني. الحديد. البيض. الأكسجين. 30 ثانية من دلوقتي. نبدأ 30 ثانية من فكروا. الليمون ولا الحديد ولا البيض ولا الأكسجين لما أغليه
يجمل. اذا غليت البيت. البيت. تمام. نشوف كده. لا وقف النتيجة نشوف. طب تفتكروا انتوا ايه؟ تفتكروا البيت. ها؟ البيت. البيت برضو. طيب نشوف كده. مش الليمون. مش الحديد. ولا الاكسجين. وهو فعلا البيض واربع درجات وبقى لا هو مش هو يالها الابيض برضه عشان هديكم فرصه ثانيه معاهم. احنا قلنا يبقى عندهم 11 درجه فريق الحب ايه في ايه بالظبط يعني يعني. وبعدين طب ناخد فريق السلام عشان نخليكم تلحقوا تجيبوا درجات ولا حاجه يعني. طيب طيب نشوف كده. الحيوان الذي يحك اذنه بأنفه. عارف الفيل. عارف الفيل. قبل ما عد ولا عداد ولا حاجه. ها وانت ايه رايك؟ الفيل. الفيل. طب ايه رايكم نعد لكم نفكر نعد كده عداد؟ احنا عارفين الفيل. ها هي الفيل اخر كلام وانتوا تفتكروا الفيل. الفيل. اه فعلا. نشوف كده نوقف. تايم. ادي عندي مش الكلب ولا العنقاء بس عايزين نعرف يعني ايه العنقاء ولا الخرتيت وهو فعلا الفيل. طبعا سلومه سقفه كبيره بقى مع الهيصه الجميله كده. يا سلام هنا يا سلام ايه الجمال ده. يبقى عندكم اربع درجات على الكام؟ على الخمسه يبقوا تسعه وانتوا 11. لو طب ناخد كمان سؤال. طبعا احنا بدينا في فريق الحب مش كده؟ اسمع تاني شهاب يقول لنا تقول لنا ايه يا شهاب؟ في اغنيه كده يعني جديده تامر حسني بس انا بحبها الاغنيه دي جدا يعني. طب قول حاجه صغيره كده قول. واعي جنبي في يوم تخافي ورمح يملك فوق كتافي حتى لو هيهدني اطمني طول ما انت موجودة قصادي مهما اشوف من الدنيا عادي برضو مش هيهزني اطمني. الله 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 الله. انت حلو قوي في القديم وفي الجديد هايل. ان شاء الله ربنا باذن الله هيبقى معاك طول ما انت بتخاف على هوايتك فعلا يعني. نرجع لفريق الحب تاني واحنا قلنا ان انتوا عندكم 11 درجة. تسمعيني حاجة يا نور كده عشان تاخدي درجة. امي. الله. يا عيد الام. ثانية من اني كتاب بقى ولا من اني حاجة مش تعرفينا؟ ايه؟ منين بقى؟ قصيدة مين؟ الشاعر نادر ابو باشا. طب ماشي الشاعر نادر ابو باشا. ماشي اتفضلي. يا عيد الأم إهجابك وجاي لمين؟ يا عيد الأم إهجابك وجاي لمين؟ زمان أنا كنت بفرح بيك وعلق لك كمان بلالين ولاقي الضحك على وشي بتتمايل شمال ويمين فرح لأمي وأبوس إيدها في يوم عيدها فتدعيلي وبسمع قلبها يردد وراها امين واروح لاجل اشتري هديه تنادى عليا بس اهدي هديه ايه يا بنت انتي مناش محتاجه ولا حاجه ويكفي كل سنه وانتي انا راضيه انا راضيه كانت دايما يا ناس راضيه بترضى بكلمتين حلوين ونظرة عين وترديني بشوق وحنين وكانت حلمة تشوفني مفيش زي ولما البس عشان اخرج تقف جنبي تبخرني وتقرالي كمان صورتين وترقيني وتدعيلي وقرب ليا فتبصني وتبعت قلبها المهبر ورايا لجل يحرسني وهي بيني وبينكم بتبقى عايزة تحبسني فين العيب
بتجري ورايا تلحقني تحصلني على السلم توشوشني بلاش تأخير أقول حاضر أقول حاضر ألاقي الوقت يسرقني وهي قاعدة قلقانة ولما هيطير ولما أرجع آخر يومي أفضي في حجرها تعبي تزل بإيديها في همومي وبالحنية بتعبي جبل واقف وش الريح بترشدني وتحميني وتسندني وتهديني وقت الضيق تخفف عنه وتاخدني بحضن مريح مريح جدا ما هي الأهل والعيلة وشايلة عننا الشالة وطول العمر وياها ما شلت الهم ولا ليلة وطول العمر وياها ما شلت الهم ولا ليلة. الله الله سقفوا لها. الله الله عليكي وعلى جمالكي. يعني أنا هناك أربعة من المبدعين والحقيقة لتذهب المسابقة بأي شكل لكن أنا الحقيقة فخور بيكو جدا وفرحان بيكو جدا أربع مواهب ربنا يجعل كل يعني الموهبة دي أو الهواية دي بتفصلني على إن أنا أعمل يعني بتشغل وقتي مش كده؟ يعني الوقت بستثمره بشكل أحسن مش كده؟ طب الوقت ده بتاعي ولا الوقت بتاع المذاكرة يعني وقت المذاكرة بيبقى عامل إزاي يعني أوحش ولا ده أوحش؟ لا تحس المتعة وانت بتذاكري؟ والله في حد بيحس المتعة وهو بيذاكر؟ شوية لا انتوا عارفين أنا طب انتوا عارفين طبعا متابعيني واحنا شغالين وكده أنا أحب وأنا برسم المسألة أحب ألونها كده وبتاع وأحب أديها شكل كده عشان تبقى برضو مطلع عليها موهبتي مش كده ولا إيه؟ طيب أنا هاخد بسرعة سؤال لأحمد أقول له فاكر الألوان بتاعتي الأساسية كانت إيه؟ إيه؟ الأحمر أيوة والأصفر. طب أنا هقول لك حاجة بقى إيه؟ إحنا بقى طبعاً نروح نراجع على كل الإيه؟ الحاجات الخاصة بالموهبة بتاعي. طيب طبعاً أنا عندي كام نقطة هنا؟ 11 11 عندي هنا كام؟ سبعة واحنا اديناهم نقطة عشان خاطر يبقى سبعة يبقى 11 8 مش كده؟ 11 8 فريق الحب وفريق السلام وطبعا احنا الفائز بتاعنا فريق الحب نساء فريق الحب لا سامو نفسيتي احنا خلي بالكوا هو بس احنا تنشيط للفكرة وانا بشكركم بشكر نورهان التي القيت او القت الشعر بشكل جميل جدا بشكر ندى والجمال بتاع الالوان بتاعتها زي احمد برضو شكرا حماده وبشكر الصوت الجميل بتاعنا وابننا شهاب اتمنى لكم اولادي التوفيق ان شاء الله واتمنى لكم ان انتم تاخدوا بلدنا لحته اجمل واحسن من كده ان شاء الله في جمال الموهبه بتاعتكم ابنائي وبناتي شفتوا الموهبه وشفتوا الهوايه مهمه ازاي ابنائي وبناتي اوعدوني تدوا للهواية وقت وتدوا للمذاكرة وقت وما تضيعوش الوقت عشان الوقت أهم حاجة اللي هيبنيك في الوقت اللي جاي أبنائي وبناتي شكرا لكم بناتي وأبنائي كان معكم عادل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.